السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لجميع المشاهدين. أول كلام غنقولو أخويا هو حسبي الله ونعم الوكيل، اللي خلى هاد الفرقة هادي كتولي فهاد المحنة وفهاد الشيء اللي ولات فيه الفرقة. والله العظيم إلا حسبي الله ونعم الوكيل، خصوصا مكذبش عليك اليوم بحال شديتي شي سيف ونزلتي علينا، راه باقي واحد القطرات ديال الروح اللي كتمشي وتجي فيه. فرقة كنحبوها من قلبنا، كنموتوا عليها، الناس كيعرفونا حنا كاع الاخوان ديالنا، حنا كنشجعوا الفرقة من آلي وقت. حنا ما بغيناش نستافدوا من الفرقة كما اللي باينين اللي عارفين واللي باينين، بلا ما نبقاو نهضروا على داك الشيء دبروا راسهم. حنا كنحبوا الفرقة، وحنا كما كنقولوا كما جرحتونا في قلبنا ربي غيجرحكم في قلبكم. وانا حنا الشرفة، ماشي كنعيقوا عليكم ولا شي حاجه، ربي راه ما كيخيبش لينا دعوتنا. يا ربي من هذا المنبر السعيد، يا ربي اللي خلى الفرقه توصل بحال هكا، انا بغيت ربي الله يستر لي، واخا يتحب راسو دابا الدنيا كامله تجمعت ليه، والله ما غيستر لي، والله ما غيستر لي. حيت علاش؟ حيت الفرقه بموالها وكيبغيوها الناس وكيحبوا الفرق. تهاون والتهاون لا حول ولا قوة الا بالله. انا دفاعي، انا دفاعي، دري هو مسكين اجنبي افريقي وجابو حب الفريق وكيحب اللعابة وكذاك الشيء، شو مسكين ما صبرش بالبكا. هذا حنا كي غنديرو حنا اليوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.